بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. حياكم الله وبياكم أبنائي الطلبة. كما تكلمنا في المحاضرات السابقة أنه في كل مسألة لا بد أن يكون هنالك أصل للمسألة. في كل مسألة في المواريث، في حل مسائل المواريث، لا بد أن يكون هنالك أصل المسألة. وأصل المسألة تكلمنا أن هنالك طريقة، هي طريقة بالرياضيات الحديثة، استخراج العامل المشترك، وعن طريق العامل المشترك والتحليل حليتلكم إياه في درس سابق. لكن أجد بعض الطلبة يصير عندهم إشكال في هذا، في معرفة التحليل، وإن كان يعني قد يكون نسوء يعني في المراحل الابتدائية يدرسون التحليل وهذه الأمور، فيصير عندهم صعوبة وبعدين يتأخر في فهم المسائل. فلذلك أضع لكم هذه القواعد أضعها بين أيديكم، يعني خلاص بعد ما يبقى عذر لطالب نهائي. شوفوا، سميناها قواعد استخراج أصول المسائل، قواعد استخراج أصول المسائل. قاعدة الأولى: إذا لم يوجد في المسألة كسر، وإحنا قلنا الكسر في الدروس السابقة، تكلمنا الكسر قلنا أصحاب الفروض نعطيهم نصف وربع وثمن ثلث وثلثين وسدس، زين. فإذا ما موجود في المسألة كسر فأصل المسألة من مجموع الرؤوس. واضح طلابنا؟ نعم دكتور، واضح. واضح. إذن أصل المسألة من مجموع الرؤوس. يعني مثال أول: ثلاث أبناء، لاحظ أي ثلاثة أبناء. نعم دكتور. شخص مات عنده ثلاث أبناء، أو عنده أربع أبناء، أو عنده خمس أبناء. هذا مثال ثلاث أبناء، لاحظ عنده ثلاث أبناء. أصل المسألة ما عنده وارث غير هؤلاء، لا زوجة لا أم لا أب، ما عنده. بس قد يحصل موجود بالمجتمع يجونه يسأل يقول بس إحنا الأبناء كيف تقسم لنا التركة؟ إحنا التركة شيء والمسألة وحلها شيء آخر. إحنا نحل المسألة على ماذا؟ على إيجاد سهام لحساب التركة. فهذا مجموع السهام أصل المسألة كما تكلمت سابقا. أصل المسألة كيف راح نستخرجه؟ هم ثلاثة أبناء، راح نخلي من مجموع الرؤوس اللي هو رقم ثلاثة، تلاحظ أي ثلاثة من مجموع الرؤوس راح يكون أصل المسألة. فهذا يعني شيء بسيط. شو تقول؟ تقول إذا مجموع السهام أو مجموع أسهم التركة اللي هو أصل المسألة ثلاثة لكل ابن، تلاحظون لكل ابن سهم، ثلاثة هم ثلاثة أبناء، ثلاث سهام لكل ابن سهم. واضحة؟ يعني شخص عنده بيت، عنده أموال أخرى، هذه كلها البيت يقسم إلى ثلاثة أسهم لكل ابن، عندهم سيارة، عنده معمل، المعمل يصير عبارة عن ثلاثة أسهم. لاحظتم؟ مهما تكون التركة راح نقسمها إلى ثلاثة أسهم، نقول لكل شخص منهم، لكل ابن من هؤلاء له سهم. مثال ثاني: عندنا ثلاثة أبناء وبنت، ايش راح يكون اصل المساله اذا من الرؤوس نطلعه؟ عندنا احنا قاعده شرعيه انه الابناء والبنات اذا اجتمعوا كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. مو وقت تفصيل هذه يعني الحكمه في ذلك وكذا، لكن كيف نستخرج اصل المساله؟ تلاحظون للذكر حصتين، ثلاثة أبناء نضربها في اثنين ستة،
زائد واحد سبعة. أصل المسألة سبعة. المسألة سبعة. نعم دكتور. الحمد لله. يرحمك الله. يهديكم الله وصحبه لكم. ثلاثة أبناء راح يكون ستة مع البنت واحد سبعة. أصل المسألة ماذا سيكون؟ سبعة، واحد للبنت وستة لزين. اصبروا لي هسا. احنا اذا كانوا بنات اثنين بنات اثنين بنت، ماذا سيكون اصل المسألة؟ ثمانية دكتور. نعم احسنت، جمعنا الستة مع اثنين ثمانية، وراح نعطي سهمين للبنات لكل بنت سهم، وست اسهم، تلاحظون ست اسهم للابناء، زين لكل ابن سهمين. واضح هذا؟ انطيكم امثلة اخرى دكتور. يعني البنت إذا كانت واحدة، إذا اثنين تأخذ لها كل واحدة واحد. احنا الشارع عندنا الأبناء ضربناهم في اثنين، والبنات نجمع الرؤوس. واضح؟ عشر بنات، عشر بنات وثلاث ولد، ثلاثة راح يصيرون ستة، والعشرة يبقون عشرة، عشرة زائد ستة 16. واضح؟ وليدين وخمس بنات، يلا انت حل اياها. وليدين وخمس بنات. محمد ابو جاسم محمد ضياء. نعم دكتور. نعم يلا محمد ضياء. نعم عندنا وليدين، اكتب لك اياها. نعم دكتور اكتب لي اياها لما تصير واضحه. اثنين ابن، شوف هذا حتى تباعد الرقم، والابن خلي فوقها هذه همزة الوصل. لماذا؟ حتى ما يصير 12. تنتبه زين. خمسة بنات، حل ياها يا أبو جاسم. محمد ضياء. نعم دكتور. دكتور الاثنين ابن ياخذون الثالث الثمن. لا لا لا، احنا ما اصلا، انا رايد احسب منك هذه فقط تطلع لي اصل المساله، ما رايد منك الكسور. هاي ما بيها كسور يابا، انا جاي اجيب لكم مسائل ما بيها كسور، لم يوجد في المساله. تلاحظ؟ نعم دكتور. يلا غسق غسق دكتور. انا ما المساله اثنين ابن خمس بنات، ايش قد يصير اصل المساله؟ اثنين ابن ابنين دكتور سبعه ابنين، ايش قد يصير مجموعهم؟ اثنين والخمس بنات سبعه. اي نعم سبعه. معتز. نعم شيخ، راح يصير عندنا اربعه مع خمسه. ابنين يعني اربعه، تضربون في اثنين الأبناء. وقلت لكم القاعدة الشرعية المأخوذة من الأبناء والبنات من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني رأسا نضاعف حصة الأبناء. زين، وهتجينا محاضرة كاملة إن شاء الله نتكلم فيها عن الحكمة من ذلك وتفصيل هذا الأمر. لكن الآن في استخراج أصول المسألة، فاثنين من الأبناء قد يا معتز نطيهم سير؟ يكون عندهم أربعة. أربعة. خمسة بنت؟ راح يكون خمسة. ما من نحاول نزود. تمام شيخي. المجموع؟ المجموع أربعة بخمسة راح يكون عندنا تسعة. أصل المسألة تسعة. خمسة بأربعة لكل ابن.
دكتور ممكن سؤال؟ نعم دكتور، يعني هسه إذا أولاد انضاعف، أما إذا بنات ما انضاعف تبقى نفس السن. أيوه كلمت لكم بهذا الأمر زين. أما إذا كانوا هم فقط بنات أو فقط أبناء راح رأسا من مجموع الرؤوس رأسا، لكن إذا اختلطوا أبناء مع بنات زين، إذا اختلطوا أبناء مع بنات إيش راح يكون؟ انضاعف، انضاعف يعني نضرب فيه اثنين الأبناء ونجمعها مع البنات ويكون أصل المسألة، نستخرج أصل المسألة. واضح يا شباب؟ نعم دكتور واضح. مثال آخر يحتاج مروان، يحتاج مثال آخر مروان. مروان دكتور يحتاج كثير من الموارد حتى نفهم أكثر. دكتور أنت مثال ثاني خلانا حله. خلا أشوف، راح أبدي بمروان. مروان عندنا خمس أبناء، خمس أبناء استمر بالتسجيل ماكو مشكلة. أكو إشكال؟ عندنا إذا أكو إشكال قل لي. خمس أبناء، اثنين بنت، أصل المسألة. يلا مروان. دكتور خمس أبناء، دكتور الخمس أبناء يتضاعف نضربها في اثنين، خمسة في اثنين عشرة زائد اثنين 12. إذن أصل المسألة 12. نعم هي ليش قد نطي اثنين دكتور يعني عشرة. زين إن شاء الله. إذا بديت تفهمون الأمر، لكل ابن اثنين، لكل بنت واحد زين، لكل ابن اثنين ولكل بنت واحد. واحد هذه القاعدة وضحت. هذه بعد ما حاجة راح ننتقل إلى القاعدة الثانية. هاي القاعدة الثانية يا شباب، إذا وجد في المسألة كسر واحد، كسر واحد قلنا الكسر شنو؟ من يجينا؟ من الفروض، أصحاب الفروض. تذكرون أصحاب الفروض؟ تكلمنا عنهم في المحاضرة السابقة. أصل المسألة من مقام ذلك الكسر، أصل المسألة من مقام ذلك الكسر. احنا عندنا الكسر عبارة عن بسط ومقام. المقام هو الأسفل. هسه راح نعطيكم مثال ونشوف. رجل توفي عن زوجة وابن، أصل المسألة يا شباب أن الزوجة شنو نطيها إذا موجود فرع وارد ذكر؟ نعم شيخي راح يكون واحد على ثمانية ثمن. واحد على ثمانية يعني ثم النار، والابن له الباقي. هذا قاف بالكتاب، تشوفونه بالكتاب اللي عندكم قاف يعني الباقي. الباقي نعم دكتور. يعني تعصيب، له التعصيب أي الباقي. أصل المسألة منين راح نستخرجه؟ من مقام. هذا بسط وهذا مقام. شباب لاحظوا، بسط هو الواحد والمقام اللي هو ثمانية. أصل المسألة منين نستخرجه؟ من المقام. يعني شو نقول عليه؟ أصل المسألة ثمانية. إذن مجموع السهام ثمانية، كيف راح نوزعها؟ واحد يعني ثمن، واحد للزوجة. الابن إيش قد له؟ سبعة. سبعة. سبعة الأسد. لاحظتم؟ هذا الابن إذا كان عمره يوم واحد أو إذا ولد بعد وفاة أبيه، هذا الابن إذا كان عمره يوم واحد سنة، 10 سنوات، 50 سنة، هو له هذا النصيب. لاحظتم؟
يمكن تكلمنا في محاضرة سابقة عن بعض هذا نعم. واضح شباب إن شاء الله؟ نعم دكتور. هذه القاعدة وضحت، إذا وجد في المسألة كسر واحد وانت تذكرون مثلا نبات الأب، هسه لو موجود أب وابن، خلينا نحول بمكان الزوجة أب. بالمحاضرة السابقة كنا نتكلم عن حالات الأب وحالات الأم، تذكرون؟ فإذا كانت في المسألة أكيد أنتوا قاعد تكتبون أمين الشباب وياي مو؟ إيه دكتور أنت نكتب. أحسنت مبارك الله فيك. نعم دكتور نعم. لو كان عندنا أب مع الابن، الأب ما نعطيه، ما هو نصيب الأب؟ السدس دكتور. السدس دكتور. السدس عند وجود فرع وارد ذكر نصيبه السدس. الابن ايش نعطيه؟ الباقي تعصيب الدكتور. الباقي أصل المسألة إذن ستة وفق هاي القاعدة بكل سهولة راح تقولوا لي ستة. إذن ايش نعطي غساق؟ ايش قد نعطي من الأسهم؟ الأب الأب واحد والابن خمسة. واحد نعم أحسنتي، واحد والابن خمسة. أكو إشكال بالقاعدة هذه؟ لا دكتور. نعطيكم مثال آخر حتى يعني تكون سهلة عليكم أكثر إن شاء الله. زين، لو كانت أم أريد أشوف من الحضور أمل دكتور، الأم شو نصيبها هي الأم وابن دكتور. يعني موجود بالوارث دكتور الأم مع وجود فرع دكتور الأم مع وجود فرع الوارث تأخذ السدس. أحسنتي. إذن نفس السابق، نفس المسألة السابقة، إذا كان أب أو أم راح يكون السدس. زين يا شباب، الأب والأم راح يكون نصيبهم السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيبا، فيكون أصل المسألة ستة. زين، نقسم ستة السدس نعطي واحد والباقي ستة ناقص واحد خمسة. كيف استخرجنا ساهر؟ كيف استخرجنا هاي الخمسة؟ هاي الخمسة تشوفها ساهر؟ هاي الخمسة ساهر؟ ساهر نايم؟ ساهر نتركه نروح على غير محمد ضياء. محمد ضياء نعم دكتور. هاي الخمسة كيف استخرجنا هاي الخمسة؟ شوف الخمسة شلون دكتور؟ مع الابن شلون استخرجنا؟ الابن الباقي إلى الباقي. احنا عندنا ست سهام، ستة اسهم، ستة اسهم. نعم سهم اعطيناه للام، ايش قد بقى من الستة؟ خمسة. لا استاذ خمسة بقى. نعم دكتور. نعم اللي هي انا ان شاء الله يا شبابنا ما حاجه مثال اخر. واضحه اللي. واضحه واضحه هاي القاعده. نعم دكتور. نعم إذن اللي هي أنا إن شاء الله. لكن أعطيكم مثال آخر، مثال راح يكون بشوية يعني مثال آخر راح يكون بشوية للانتباه مالكم، يجوز إحنا ما أخذين بعض التفصيلات مالكم لكن حتى نكمل ما دام أكو تسجيل حتى يبقى هذا عندكم
تشوفونه زين، حتى إذا إحنا ما أخذنا مثلاً قس اثنين بنت، ما أخذنا هذا التفصيل مع البنات بالتفصيل، بس حفظنا القواعد مالتهم الحالات. اثنين بنت مع هي أنا مثلاً موجود عام للميت مثلاً، ما عنده لا أب لا أخوة، دورنا لقينا عام الميت عنده اثنين بنت وعنده عم. اثنين بنت شو نعطيهم؟ الثلثين دكتور. الثلثين دكتور. أحسنتي. اثنين على ثلاثة. العم شو نعطيه؟ الباقي؟ الباقي ايه. احنا قلنا تذكرون انا تكلمت لكم عن التعصيب. زين؟ فراح يكون الباقي ل الباقي للعام. فاصل المسألة ايش راح يكون؟ ثلاثة دكتور. ثلاثة. ثلاثة دكتور. ثلاثة. احسنت. ثلاثة. البنات شو نعطيهم؟ واحد والعم اثنين. غلط. سامين دكتور. البنات اثنين والعم واحد. شلون صاروا اثنين؟ لا دكتورنا اثنين بنتهن. اي ثلثين وثلث واحد. ثلثين. انت راح تقسم ثلاثة على ثلاثة يطلع واحد. تضربه في اثنين مو ثلث واحد. واضح؟ نعم. غسق حتى ما تقعين بالخطأ مرة ثانية بعد الخطأ. عندنا مجموع السهام ثلاثة. الثلثين مالتهم انت قسمتي ثلاثة على ثلاثة طلع واحد. نعم دكتور. وهذا خطأ. لازم نضرب في المقام لو كان ثلث هو واحد. لكن لما ثلثين هو هذا اللي ريتو نبهكم إياها. نبهكم عليها هذه النقطة انه اذا كان ثلثين نضرب في اثنين. لاحظتم؟ فاذا كان ثلث واحد واحد. لكن ثلثين ايش راح ننطي؟ نقول اثنين. وش قد يبقى للعام؟ وش قد يبقى للعام؟ يبقى واحد. واحد. دكتور لأننا ثلاثة أثلاث. أحسنت بارك الله فيك. هذا واحد يفكر بيها حساب عرب مثل ما يقولون. نعم يقدر يحلها. لكن أنت إذا تمشي على الحساب الرياضي راح تقول ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد في اثنين. زين؟ احنا عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله نصف يعني البسط مال واحد، ربع البسط ماله واحد، وبعد شنو ثمن البسط مال واحد، ثلث البسط مال واحد، سدس البسط مال واحد، بس الثلثين البسط مال اثنين. من يجي ثلثين تنتبه، من يجي ثلثين تنتبه تقول راح نضربها في اثنين. أنا قلسة ما أضرب في اثنين بس بالثلثين تنتبه يا زين. من تشوف ثلثين وتصور يمكن وضحت عندكم الصورة كاملة لهذه لهاتين القاعدتين. وإن شاء الله في محاضرات أخرى يعني يكون تكون عندكم يعني قواعد أخرى بإذن الله عز وجل. لكن قبل أن نختم بس أريد أوضح، وحنا راح نوضحها في المحاضرة الأخرى يمكن التسجيل يقدر يقف.